مطلق دابا البيت. تبارك الله عليك سي اسماعيل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله استاذ. تبارك الله عليك. لينا الشرف اننا نكون معك في هذا النهار. الشرف لي الله يرحمك. تبارك الله عليك. اليوم صادفناك الحمد لله يعني الفريق المغربي وفريق الكونغو يعني عندهم مباراه اليوم، مباراه الحسم. الحمد لله انك طربت غادي تطربنا وغادي تغنى لنا باغنيه خرجتي على ود المنتخب المغربي وعلى المغرب ككل وعلى الصحراء المغربيه وعلى سيدنا الحمد لله سيدنا محمد السادس نصره الله وايده. تبارك الله عليك السي اسماعيل. الله يجازيك بخير. دابا انت معنا في هذا البث المباشر. شكرا لك. قدام مشاهدي قناه شوف تيفي بغيناك تعطينا الاغنيه اللي خرجتي على المغاربه وعلى المنتخب المغربي وعلى الصحراء المغربيه. تبارك الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله إخواني المغاربة، أهلا بكم وسهلا في داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. وقبلوا علينا مرات وهذا الشيء إهداء، وما نطولش عليكم. بحال هذه المسائل هذه خصنا نوعي بها الشباب اللي طالع الصعيد، لأن بحال هذا الشيء وسمحوا لي في هذه المقولة راه كاد ينقرض. ربما نحيو في هذا الشباب هذا ونزرعوا فيهم حب الوطن، وحب الوطن راه من الإيمان. ممكن انك تربنا سي اسماعيل. نعم سيدي. تبارك الله عليك. المغرب حارس الله بالشرفه والولياء، من نهار خلق الله الدنيا خلقوا سبع فاطن بالديب وناجب معلبيه، وشبالو ضلع العدو ترعى ومرعيه في الجبال الاطلسيه. الصحراء مغربيه التاريخ والجغرافيا شهود عليك وعليا، الوثيقة مسنية والمسيرة حسنية، محمد السادس محقق الوصية. على بالي سبتة ومليلية حمد الله وشكر شي بشي مفتخر، على دراعي مشمر ومعافر حتى جاتني اخبار العدو والكافر، وكان حس الخطر القراج حاشا يتسر، جيش سيدي تما حاضر كيتسنى شارة وحدة من صاحب الأمر، يعيط الله أكبر ويصلي عليه صلاة العصر، ما فيها لا شفاع ولا وتر. كرم الله السادس في هاد الدنيا والتكريم سبق في باب رسولو بالانبياء، غير عليه وعليك وعليا، الى زدت شي حاجه طرافيه مالي نديني عرفو هاد القضيه. الحسنى والبعد المبين لك السادس في الانبياء، الدنيا خلقوا سبع فاطن بالديب وناجب معلبية، وشبالو ضلع العدو ترعى ومرعية في الجبال الأطلسية. قالوا الله بالخير وبات متبات في الحجر نقية، حارسة يتشرف علوية بالله محضي ومحضية. ايوا سيدي انا سي انا 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 الله ينصر سيدنا وليكن في علم المغرب حارس الله بمحمد السادس، وبلاك شي حاجه اخرى راه ما كايناش، لان الشرف العلويين حنا خلاونا والدينا معاهم وفطاعتهم ربينا وتربينا وعليها تربينا. والسلام عليكم ورحمه الله. وانا واستحرمنا بالله وبك عاد محمد السادس وفي هاد البلاد ما عندي ما تسال وجليتونيك عاولادنا وفي هاد البلاد وجاك عاليك عاد العلاوي وجدودك كيشفعو. ايوا ما شاء الله قاسم استفى ولي على الله عمالكنا ما يحضروا العباد. ايوا خويا اسمحوا لنا واسمحوا لنا المغاربه راه الجود غير منكم، والمغاربه راه ناس الجود والكرم. رسول الله
هو انه دعموا هاد العبد المذنب، راه عندي قناه مفعله من فضلكم، غير دفعوني شويه الله يجعل ربي يدفعنا ويدفعكم للجنه. ممكن انك تقول حتى القناه ديالك المشاهدي قناه شي اي القناه اللي بغى يدخلها الخوت الله يجازيكم بخير، يدير النافعي اسماعيل، راه النافعي النافعي اسماعيل بالعربيه ولا فرنسيه؟ بالعربيه بالعربيه. مشاهدي شكرا، مشاهدي شكراً قناه شوف تي في، كنت معنا مع السي اسماعيل اللي طربنا بهذه الاغنيه على اسود المغرب وعلى المغرب ككل وعلى الصحراء الحمد لله اللي هي مغربيه ودائما مغربيه، وعلى حارسها الحمد لله محمد السادس طيب الله نصره الله. وكيستنجد